والله وطلعت نصاب ومحتال يا ابو خالد. الله يسامحك يا كامل افندي، والله ماني نصاب، الله وكيلك ماني نصاب. مو انت قلت لي انه البيت تبع ذهب مسجل باسمك وانت اللي شاريه؟ مظبوط. هاي العقد ليكم مسجل باسم زهور. كامل افندي، مزهور مرتي، حرمتي. لكن ليش انت جاي تستلم البيت؟ انا اللي شاري له البيت ومسجله باسمه، بعدين شو الفرق بيني وبينها؟ الفرق من السماء للارض. هيك صار لازم يجي مهيوب وزهور لهون. مرتي تيجي على الكراكول؟ خلص بلا ما تجي، خليك معناها بضيافتنا لتخلص القصه. لا لا شو ضل بضيافتكم؟ لا منوب، خلي حدا يروح ينزل على بيت مرتي يقول لها تجي لهون. الله حاسس انه جروه البيت حتقيم لايامي فوق راسي. السلام عليكم. السلام. شو صار معه؟ أبو خالد ما له أثر بكل الحارة. لعمة وين اختفى الزلمي؟ لك لا يكون عم يلعب ديله مشان ما يعطيني كمالة حقي. والله ما بعرف يا معلمي. اصبح وينك، بدي أدس لي عن وضعه لأبو سليم. دقدست معلي، أبو سليم وضعه ما كتير تشد إيدك. هو صح عامل حاله تاجر وبيفهم، بس هو كل تجربة بفوتها بيخسر فيها. أيوة، معناته التاني فايت على طمعه ليجوز ابنه لبنت العواطي. واردة وينك؟ بتقلها لأختك سماهير من بكرة الصبح بتروح لعند انفوزي الداي وبتقلها تيجي لعندي على الحارك. صار معي صار. ضب هالواجهات وخلينا نتيسر. يلا لشوف. يلا يا رب. يلا.